فد يوم واحد اعطاك ورقه وقلم، ارجوكم اذا اعطاكم واحد ورقه وقلم قال لك بلا زحمه اكتب لي سعر عيونك، عيونك ايش قد يسون؟ ايش قد تكتب؟ رحم الله والدك. ها قال لك هاي بس عيونك، كل شيء ما اقول اكتب لي سعر عيونك، عيونك ايش قد تسوى؟ والله تقول لا 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 ماكو سعر له، اي سعر اكتب، لان اشوف اللي خسرون نعمه العيون عنده استعداد يصرف اموال طائله بس يرجع نور العيون. هاي نعمه الله اعطانا. دورات يصير عندي غرور، انا ايش بطيني الله، انا ايش عندي؟ يقول لك على كيفك يا بعد عيني، تعال خلينا ناخذك للمستشفى للردها مال المرضى اللي يصيحون اخ اخ اخ، نروح انا وياك نقعد يم مريض جاي يتألم ويصيح ونقول له شنو رأيك ناخذك المطعم من أرقى مطاعم الدنيا يطي أكلات عجيبة غريبة. والله يلتفت الأهل يقول موخروا هذا المجنون عني، أنا أصيح هو يقول لي مطعم درجة أولى، صح لو لا؟ صح لو لا؟ نقول له تعال ليش تصيح، راح نصعدك بسيارة بمئة مليون من أحدث السيارات وأرقى الماركات. يقول موخروا هذا المجنون عني، أنا أتألم. أرجع لكلامك مولاي يا أمير المؤمنين، إذا تحفظوها كل ما تمرون أرجوكم من تأكل أكلة طيبة، من تشرب شربة طيبة، من تنام نومة طيبة، من تتمدد وتقعد قعدة حلوة، قول كلمة علي بن أبي طالب طيبتها العافية. والله صغيرها حفظوها، رحم الله والديكم. ها شايفين من تمرض دورات بين الخبز والكارتون ماكو فرق، نفس الطعم نفس الطعم من تمرض. ها هاي الذائقة اللي كم سنتيمتر، ها هاي المسافة البسيطة اللي بيها الذائقة من تروح من عندنا، الكارتون طعم الكارتون والخبز نفس الشيء لو لا؟ من تشوف واحد ياكل ياخذك الغثيان تريد تتقيأ تقول هذا شلون ياكل؟ لأنه راحت نعمة التذوق. الله يحسسنا دورات حتى إحنا نرجع نقول يا رب اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. هذا يسموه مقام، مقام العناية، ما بنا من نعمة فمنه تبارك وتعالى.